شويه معلومات موجوده عندك في المنهج بيتقال عليها ما بين السطور. كل اللي انت محتاجه رادد حديد، سلك، الامونيا، امونيا مش امونيوم، فعلا في الميه الساقعه اقل وابطا بكتير جدا، نضيف برفق قطرات من حمض النيتريت، الشعله البيضه اللي بتميز المغنيسيوم عن اي فلز تاني. التفاعل اللي قدامنا هيفضل زي ما هو لانه عامل حفاز. الإجابة يا صديقي واللي موجود عندك كده في الكتاب بيقولك استناني في الفيديو الجاي على منصة أبواب وهتستمتع قبل ما تتعلم.